الثانية تدعو كل الحيوانات بنفس الطريقة. أحسنت يا صديقي. الفرضية الثالثة تتنقل الحيوانات كما يتنقل الإنسان. الفرضية الرابعة تتنقل الحيوانات نفسا ومشيا. مرحبا بكم يا أطفال في عالم الحيوانات، عالم الجمال والإبداع. فما أجمل الطبيعة بوجودهم. فقصتنا لهذا اليوم تحت عنوان أسرار الحيوانات، ولا تذهبوا بعيدا يا أصدقاء. طبيعتنا مليئة بجميع الحيوانات، فهذا هو الأسد ملك الغابة يحوز الليل نهارا، فهذا هو صديق الفهد السباق جميل. أنا الفهد، أنا الملك السباقات جميلا. وهذا هو الكنغر، وهذا هو الأرنب، حيوان لكنه يخاف من الثعلب. مرحبا يا أخي، خاف من الثعلب لأنه يهوي. وذلك هو الخلف الطريف، يا أصدقاء المشوفين بصحتنا لا تنسوا هذا. وتلك هي الأفعى، لا تخاف مني فأنا صديقتك الأفعى. نحن الحيوانات نحب الطبيعة الخضراء، فحافظوا علينا من أجل حياة أفضل. أنا ولكم يا أصدقاء، إلى اللقاء. Thank you.
نحن الحيوانات جئنا إليك من الغابات، هيا نمرح هيا نلعب قد مضى وقت كاد. نحن